ودخلوا على اللعين الفاجر بن زياد في مجلسه وصار يسأل من هذه الجالسة؟ قيل له هذه زينب ابنة علي. ودار الكلام الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. وكان بين يديه طشت فيه رأس الحسين، فكان يضرب رأس الحسين بصوته ويقول إنه كان حسن الثغر. ثم أرسل إلى يزيد: ماذا نصنع بهؤلاء؟ نقتلهم؟ نسجنهم؟ بعث إليه يزيد بريدا يقول احملهم إلى الشام، فحملهم إلى الشام. هذه القافلة مرت من الكوفة إلى الشام وهذا الطريق، ورقية بنت الحسين وقعت من القافلة، أطفال للحسين وقعوا، خولة بنت الحسين اللي موجودة في بعلبك الآن، هذه بنات الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، مقامات رأس الإمام الحسين. يقول أبو بصير: دخلت الكوفة بظهر الكوفة، وصلت إلى النجف فرأيت مكانا القائم المائل اللي هو الحنانة، مسجد الحنانة. يقول: رأيت الإمام الصادق سلام الله عليه صلى هناك ركعتين وقال: ها هنا نصب رأس جدي الحسين سلام الله عليه. والرأس من مكان إلى مكان، له نور إلى عنان السماء، يقرأ القرآن: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول زيد بن أرقم: سمعته يقرأ القرآن، قلت: سيدي والله رأسك أعجب وأعجب. لذلك تتعجب أنت حقيقة. هذا مقام رأس الحسين في الحنانة في النجف وفي كربلاء، ومقام رأس الحسين في بعلبك. أنا ذهبت إلى بعلبك في مسجد رأس الحسين، وفيه مكان لرأس الحسين، وضع هناك رأس الإمام الحسين سلام الله عليه. وفي عسقلان مقام لرأس الحسين، وفي الجامع الأموي في دمشق مقام لرأس الحسين على مقربة من رأس يحيى بن زكريا. تأملوا هذه العبارة. وفي حلب مقام لرأس الحسين، وهناك صخرة إلى جانب قبر المحسن السقط ابن الحسين، كانت إحدى زوجات الحسين حاملا فألقت جنينها من ضرب السياط ومشقة الطريق على جبل الجوشن في حلب الشهباء هناك. فالإمام زين العابدين سماه المحسن إحياء لذكرى المحسن السقط الذي وقع من أمه فاطمة لما ضربوها وعصروها بين الحائط والباب وكسروا ضلعها فأسقطت جنينها المحسن. الإمام زين العابدين سمى هذا السقط بالمحسن ابن الحسين، وله قبر الآن ومزار، وأهل حلب في سوريا يسمونه الشيخ محسن لعظمته، لأنه باب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى، يأمه الناس يسألون الله قضاء حوائجهم بحرمة هذا السقط، بحرمة هذه قطعة النور التي لها علاقة بالإمام الحسين، فالله يقضي حوائجهم. وإلى جانبه صخرة عليها دم الحسين، لأن رأس الحسين وضع على تلك الصخرة، على تلك الصخرة، فشاء الله أن يبقى الدم. وعندما تنظرون أيها الأحبة إن شاء الله تذهبون إلى حلب إلى مشهد الإمام الحسين، انظروا إلى الدم متغلغل بالصخرة، يعني الصخرة تشبعت بدم الحسين في عروق الصخرة، وليس فوق مثلا يشكل طبقة أو قشرة خارجية، لا أبدا، وإنما الدم متغلغل إلى الأعماق. تأملوا هذه العبارة. وكذلك في مناطق أخرى. لماذا كل ذلك؟ لأن يزيد الإجرام أمر بأن يطاف برأس الحسين في كل البلاد، وأي بلد يدخله رأس الحسين يطاف به في سكك تلك البلدة وشوارعها، فيمرون على دير فيه راهب على مقربة من حلب، فينظر الراهب إلى الرأس وإذا الرأس إلى عنان السماء يصل نوره. سأل القوم: من أنتم؟ هذا رأس من؟ قالوا: هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال: بئس القوم أنتم، هذا رأس ابن بنت نبيكم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم أعطاهم أموالا وأخذ الرأس وتركه في حجره وجلس يبكي الليل كله إلى أن أصبح الصباح. قال: يا رأس، لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا عبده ورسوله،
وأنك ولي الله وابن وليه، ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. قضية الرؤوس في أخبار موثقة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام موجودة في كتب الحديث، في كتب التاريخ، في كتب الفقه، يذكرونها أهل البيت جميعا بكلمة واحدة، أن الرؤوس أرجعها زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء. مرد الرؤوس في زيارة الأربعين لما كان هناك جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر أيضا ينقل الكلام يقول: رأيت علي بن الحسين ومعه رأس أبيه الحسين ورؤوس الباقين من الشهداء من أهل بيته وأصحابه، لأنه أخذها من يزيد وأرجعها الإمام سلام الله عليه، والرؤوس الآن مع الأبدان كما في حديث السير وكتب السير اللي موجودة في هذا المقام. الأحاديث الواردة ليست مرسلة وإنما كلها مسندة إسنادا قويا. الشيخ المفيد يذكر، والشيخ الصدوق، وعلماءنا الأبرار، والعلامة المجلسي، والعلامة الحلي، وكل هؤلاء يؤكدون أن الرؤوس أرجعها الإمام زين العابدين وردها، وخصوصا رأس أبيه الإمام الحسين اللي أول ما طلبه من يزيد وقال له: أرني رأس أبي الحسين، فأعطاه الرؤوس وأرجعها الإمام معه. ولذلك في زيارة الأربعين سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. العقيلة زينب كانت عند قبر أخيها الحسين وتقول له: خويا أنا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت بيه سلواي، دقعد يا عز وجلعة حماي.